السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الكاطو كلاصي كيجي زوين. انا غنديروا بواحد المناسبة ديال عيد الميلاد. انا ما كنديرش اعياد الميلاد وكنعراض ولا غير انا وليداتي، كيوصل شي عيد ميلاد ديال شي واحد فيهم كنصاوب حلوة ديال الدار، تنجيبو كادوات هكا غير رمزيين كنضحكوا بهم وصافي. واكيد غنشارك معكم الكادو داكشي، ضحكوا معنا شي شويه. ولكن قبل غندوزو نصايبو هاد الكاطو كلاصي، وغنصايبو واحد الكاطو بالسيترون حتى هو كيجي غزال وزوين. المهم عندنا قبل ما ندوز للمقادير بخصوص الوصفه ديال السريلاك، بغيت نقول للاخوات اللي كان تخوف من العسل، العسل راه ما غاديش نعطيوه لهم بواحد الكميه كبيره، راه غير شويه. وكنظن ما غاديش نديرو العسل الحر، لان بزاف الناس متوفر هذا العسل الحر، غالبا غنديرو الزمزامي ولا غنديرو شي عسل، يعني هذاك راه اصلا هي سكر، يعني ما غاديش يضر. اللي كيضر مثلا هو العسل الحر، مع ان العسل الحر الا تعطى بواحد النسبه قليله كنظن ما كيدير حتى حاجه. وانا كنت كنعطيه لبنتي كاع ملي كانت كتنوض السنان، كنت كنحكو لها على لحم سنانها، ما دار لها حتى لا تسمم ولا حتى حاجه. المهم انا حطيت الوصفه للبنات، اللي عندها تخوف من الوصفه ما تلحقش ليها، انا راني مجرباها وديرها لبنتي وخواتي كانوا كيديروها لبناتهم. يعني لو كان شي دار نقول لكم ايه بالنسبه للمكسرات نقصوهم، ومن الاحسن كاع تفاداوهم نتوما الا خفتوا من الحساسيه ولا شي حاجه ديروهم على عام. اما باقي المقادير كلهم مزيانين. غندوز دابا المقادير وطريقه التحضير. عندي في المقادير عندي 200 غرام ديال البسكوي. البسكوي انا جبت هذا، جبت صابلي كيعجبني لوغو ديالو، جبت هذا. خديت جوج كبار ديال جوج دراهم ونص وحده صغيره، عطاتني 200 غرام بالنسبه للبنات اللي ما عندوش الميزان. انا هاد البسكوي غنطحنو تيولي عندي غبره، وغادي نخدم بالقشده الطاريه الحلوه. خديت هولالا، وهنا صوبت نيسلي الحليب المركز المحلى اللي انا ما شريتوش، هو شي شويه غالي ما تشريوش، صايبوه في الدار. غنخلي لكم الطريقه ديالو. غندوز دابا نطحن هذا كلهم تتولي عندي هنا واحد غبره. وغادي نزيد كندوب في الزبده، ومن الاحسن تكون زبده العبار. غادي ناخذ 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام انا غنعبرها لكم شحال بالكاس تاع العنبه، هي اللي غنفزك بها هاد البسكوي باش نديرو هو الطبقه التحتانيه. بالنسبه للزواق خديت هنايا حب الملوك وحط شويه العنب، وخديت هادو ديال درهم. زوقوا باللي عندكم، ما تكلفوش على راسكم، اللي كاين في الدار زوقوا به. المهم انا غادي نطحن هادشي ونرجع معكم ان شاء الله. هو البنات خديت داك البسكويت طحنته كما كتشوفوا، عبرت هنا البنات الزبده، لقيتها هذه 100 غرام هي كاس الا ربع ديال الزبده. انا قلت الله اكبر البنات، سيد ادم نرجع معكم ان شاء الله. انا البنات خديت داك الزبده اللي كبيت وهكا بسستها مزيان مع هذاك البسكوي، وغادي نخويها هنا. بالنسبه للبنات هذا المول راه 21 سنتيم، من الاحسن يكون هذاك المول الصغير اللي كيتحل من الجناب، من الاحسن باش ما تخسرش لكم الحلوه. انا راه خديته غير اسواق السلام وقيله 30 درهم. نحاول تكون عندي الطبقه كلها قد ما يجينيش شي نازل وشي طالع. المهم انا غادي نقادها مزيان ونجيب الكاس وندير ليها هكا، دكها مزيان باش ما تفرتش لينا ملي بغاو نقطعوا الحلوه. المهم هذا غادي نبقى ندير لها هكا تنحس بها. خدات نفس كما قلت لكم، جابنا قياس واحد ما يجيناش شي طالع وشي نازل. نغسل يدي ونقادها مزيان ونرجع معكم. صافي البنات هي قاديتها، غنمشي ندخلها الفريكو تشد راسها مزيان، وغادي نجيب الكريمه وغنطلعها هي نطلعها مزيان، وعاد نزيد عليها نسلي وشويه الفاني ان شاء الله. هاي البنات جبت الكريمه هذه الخاصه بالحلويات، هاهي غادي نعبر 300 غرام تكون بارده. اللي بقى غادي نصوب به حلوه اخرى باش ما تضيعش ليا في الثلاجه. صافي انا غنطلعها بالميكسور، هي الكريمه البنات ضروري تطلع بالميكسور. مهم مولينكس ما كطلعش بالطحان ديال اللي كنطحنوا فيه العصير ما كطلعش. طلعوا ورجع معكم باش ما نديرش لكم صداع. هنا البنات غادي نزيد واحد شويه الفاني الا كانت سائله من الاحسن، ما عنديش سائله غير في هاد الحلوات ديال هاد لي كاطو كلاصي، اما هادي من الاحسن في الحلوه. واحد الاخت قالت لي عافاك وريها ليا، ها هي اختي خديتها واحد المره ب 20 درهم دابا اختها ب 360 درهم.
كاينه في عند مي الحلويات. 360 درهم قلت؟ ختم 360 ريال، 18 درهم باش خديتها. اجي اجي عطيني، اجي كبي لي نسلي. صافي دابا دابا غادي نزيد هذاك النسلي، رانا هنا. ما ديروش الحلاوه البنات، صافي صافي بالحلاوه ديال النسلي والكريمه حتى هي حلوه. وانتم شفتوا شفتوا كي عاقده. صافي البنات، الا طربتوا الكريمه اكثر من اللازم غتولي لكم زبده بلديه، كتولي بحال شكل زبده بلديه، غتخسر لكم. طربوها في القياس وحبسوا. صافي البنات غادي نزيدها هنا وغادي نقادها مزيان تاخذ لي الشكل ديال هاد المول ونرجع معكم ان شاء الله. صافي كما كتشوفوا البنات قديت لها الوجه ديالها، غادي نغطيها بفيلم اليمونتيغ وغنديرها في الفريكو. انا ان شاء الله حتى الصباح، حتى الصباح ان شاء الله، وغادي نحيدها من هنا وغنزوقها بشويه التيسير. وبغيت المول صراحه، انا كنت تقادات لي اليوم كل يوم صوبتها، ولكن من الاحسن من الاحسن بحال هاد الحلاوي هكا صايبهم في الليل باش يتلجوا مزيان ويكرموا، ومنين بغاو الصباح نحيدوها من المول ما نوحلوش معاها، تجينا ساهله. ضروري ما تفرشوا لي هاد البابي كويسون الصباح نوض نحيدها ان شاء الله، ومن غد دوز معايا الروتين ديال تحضير عيد الميلاد ان شاء الله كامل. غدا نحيد هادي من المول ونقاد معاكم الاخرى ان شاء الله باذن الله. سلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ المهم هي الحلوه ديالتنا بعد ما بيتها في الثلاجه في الفريكو، نحاول نحيدها من هذا ونحاول كاع نحيدها من هذا، حيت بغيت هذا المول، بغيت المول باش نقاد به حليوه اخرى. شفتوا راه ورا تحيد بسهوله، حيت كنديروا داك الكاغد ديال الزبده، حتى هو غنحيدو ان شاء الله باش ما يبقاش ليا هكا عيب ان شاء الله. هاد الجناب هادو غادي نضرقهم هكا بالشوكولاط، ومن غنجيب هاد الاشرطه هادو صايبتهم غير بالكاغد ديال الزبده، هادو غير باش نقاد الزواق وما يجينيش هكا عوج. هاتي كاين الصه دابا جبتها من الفريكو وبدات كتدوب دغيا، نحاولوا نقادوها بالزربه باش نعاودو ندخلوها للثلاجه تاعي. كاين مثلا هذه غادي ندير فيها غير هادو، ومن الزواق انا غنديرو بسيط ورخيص. خديت هنا الفيرميسيل ديال الشوكولا حتى هي غنديرها هنايا، الا عندكم الملونه الملونه ديروها حتى هي. صافي انا غنكمل حبيباتي الزوق ورجع معكم ان شاء الله. شوفوا البنات راه جلخت كاع الدنيا، المهم حكيت هذاك الشكلاط درت غير داك ماروخه ولا ماريجا ولا المهم كل واحد كيقول لها، حكيتها ودوزت هنا الجناب باش ما يبقاش دوك العيوب. المهم درت زواق بسيط ودرت ليمونه الواس درت شويه، المهم داكشي اللي عندي هو اللي زوقت به، غنمشي ندخلها للمجمد باش تبقى شاده راسها ان شاء الله العشيه. وغندير معكم واحد الوحده كتجي زوينه بالسيترون حتى هي فنه. المهم ترجع نقاد هنايا، المهم الغدا ما غنديرش شي غدا لان عندنا الصهد والحراره، غنقلي شويه بطاطا وشويه الفلفله وغندير شلاضه وصافي، هادشي اللي غندير. بالنسبه للطارت الاخرى اللي هي بالحامض، خديت هنا 300 غرام ديال البسكوي، 7.5 غنطحن هاد البسكوي وندوب الزبده. الزبده خاصنا 150 غرام ديال الزبده دايبه، 150 غرام البنات. ها هو البنات طحنت هذاك البسكوي كامل ياك، وهنا خديت ذوبت كاس تاع الزبده، عطاتني 150 غرام كاس ديال الزبده. بسم الله غادي نخلطها مزيان هكا. ها هو راه عاودت ثاني فرشت الفيكه ديال الزبده، خلي بركه. صافي وغنبقى بحال البارح كيما صوبنا، ثاني قلت لكم بحال الحلوه الاخرى كيما صوبناها، غنصوبو حتى هادي ونجيبو كاس ونبركو عليها هكا مزيان باش تشد لينا ويجي القوام ويجي القوام ديالها متماسك، باش منين نبغو نقطعو الحلوه متفرتتش لينا. صافي غنكملها ونرجع معكم ان شاء الله. فالبنات غادي ناخد هنا الحامض نغسلوها ونشفوها غسله مزيان، وغادي نقطعها دوائر رقيقه. عرفتي البنات جوج حامضات ب 9 دراهم،
الحامض داير الكرون غالي، وغادي نحاول نقطعهم هكا دوائر ونرجع معكم ان شاء الله. صافي البنات، انا قطعت داك الحامض دوائر وعاود قسمته على جوج، قطعتها هكا دائره وعاود قسمت الدائره على جوج ثاني، وجدت هنا وغادي نبدا نثبتها هنا في المول. لما درت ثلاثه حاجه كنثبتها هي الراسه هكا، ونوريك على باش تلصق. غادي ندير هاد المول في الفريكو باش يتماسك حتى هو مزيان، وغادي نرجع نطلع واحد 300 غرام ديال الكريمه اللي درت اللي خدمت بها نيت الحلوه وبقات ليا، وغادي ندير معها واحد كاس ديال الياغور ديال الحامض، واحد تقريبا ربع كاس ديال الحامض عصير الحامض، وما انا غنديرها ونرجع معكم ان شاء الله. خديت فاش نطلع الكريمه وغادي نعبر 300، وغادي نطلعها بحال بحال كما درت الاخرى، نطلعها واحد شويه وما غاديش نزيد فيها الحلاوه لان هي اصلا حلوه، ومبغيتش مبغيتش تجيني حلوه بزاف. هي هاد الكريمه راه كي كنبداو نطلعو فيها كتطلع دغيا ما كتعطلش. هنا غادي نزيد واحد كاس ياغورت الحامض، ها هو هاد الشركه عندهم ياغورت الحامض، اللي ما لقاش هاد الياغورت ديال الحامض يدير واحد طبيعي، راه هو كيعطي واحد النكهه زوينه، ما عرفتش انا واقيلا ما كيتباعش في الحوانت، ممكن في بيم وكاين في المتاجر الكبرى. نزيد نطلع ندير واحد ربع كاس ديال الحامض، ها هو انا كنستعمل شحال من قشطه، وهذه الصراحه حتى كتطلع دغيا. صافي بركه باش ما تخسرش ليا. اسمعت ريحانه قالت لي على لالا خديجه، قالت لك علاش انا ما كتصاوبيش ليا حلوه، قلت لها انت راه كنجيبها لك من الزنقه، قالت لي بغات الحلوه ديال الدار. داك ما عرفت لك ديال الدار ريحانه ما قلتيش؟ ومن حاولوا نقادوها البنات باش تجينا هكا كلها مقاده، وتجينا هكا على جهد على قد الحامض. صافي البنات انا غادي نقادها ونرجع معكم ان شاء الله. صافي البنات انا قاديت ليها الوجه ديالها، هذاك البسكوي اللي بقى عندي غادي ناخذه وغادي نديرو على الوجه ديالها. كما قلت لكم تزيين بسيط ولكن زوين. المهم انا غنديرها في الفريكو دابا، حتى المهم غنزوقها دابا، غنكملها زوقها كله دابا باش نقضي شغلي اللي تابعني. صافي البنات انا بديت كندير هنا واحد وريدات متباعدين، المهم اللي كنزوقو صافي. هادو سبحان الله هما اللي ما كيتقادوش ليا ما عرفتش علاش. يلا الله الوسط قلت لي ريحه على زيدي وحده الوسط. عرفتي الدراري شحال كيفرحوا ملي كتكونوا تقادو هكا، فهادي هادي صغيره نكبرها شي شويه، تكونوا تقادو هكا في الحلوه مساكن. المهم حيت غادي نزيد مازال نغطي لها العيب ديالها حيت بهذا حب الملوك يعني ما غيبان والو. يلا صافي البنات ها هو ايه بقى وحده شتاش. صافي البنات هي غادي نديرها دابا تشمد، وما غنجبدلهاش اللي حتى نبغي نحط ان شاء الله، حيت هادي ما بايتهاش الاخرى بايته. هيا البنات الغديوه ديالتي وجدات. المهم دغيا زرفت عليها، قليت البطاطا وقليت الفلفله، ها هي كتعجبني الفلفله كنحمق عليها الفلفله مقليه زوينه بزاف. وقطعت واحد شويه البطيخ بقى عندي في الثلاجه، ودرت شويه البصله وما طيشاش لادا. هاد الغديوه كتعجبني انا بزاف ما نكذبش عليكم، كتجيني احسن من المرقه وحسن من اي حاجه. ممكن كتفكرني ملي كنا في دارنا كانت امي كديرها لنا في الصيف، هادي انا عندي في دماغي متعلقه بالصيف، ما كتلقى ما دير كدير لنا هاد الغديوه واخا ما يكونش الحوت كنديرو هكا. وإلا قلت لكم انا كيعجبني نحل الخبز وندير الفريت وندير الفلفل ونديرهم بحال الساندويتش، كيعجبوني بزاف. ما غنمشيو نتغداو ان شاء الله، وما غاديش نرتاح حيت عندي الشقه، عندي الماعن ما نقولش لكم مجموعين، ونجففنوها الى الدار ونطوي الشنشير هبطته خصني نطوي وردو الماريو، وعاد نرتاح واحد شويه ديك الساعه. وما كنظنش غندير لهم كاسكروت لانني اصلا دابا الحال معطل، دابا راه ثلاثه يعني ما كنظنش غندير كاسكروت، غندير لهم عشاء ونحطو داك الحليوه ونحتفلو بمصطفى ونضحكو شي شويه. ومخديت لي شي كادوات كيضحكو دابا نشاركهم معكم وفي خبارو شويه، مشيت لبارح شريتهم درتهم في كادو جبتهم
المهم تيضحكوا دابا تشوفوهم معنا ان شاء الله. نمشيو نتغداو ونتلاقاو ان شاء الله مورا غدا. انا ملي كنشوف الدجاج كتجيني الضحكه، كتجيني بحال شي دري صغير جالس. المهم حق الله ما عرفتش كيجيني هذا المنظر ديال شي واحد. المهم هي جالسه مسكينه كتسنى، ها هي كتسنى نوبتها البنات. المهم بغيت نقول لكم البنات انا الدجاج الصباح غسلته والنهار كله خليته في الثلاجه تنشفات وتسقطرات. المهم هي جالسه كما كتشوفوا تقريبا فيها 2 كيلو هذه وشي حاجه. هاد الفيديو ان شاء الله اشياء نوريكم دابا نحط لكم بعد غدا. بغيت نقول لكم من نهار اللي كنكون مثلا عندي شي عراضه ولا انا غادي نشرب منها. هو انا ما عنديش عراضه غير دايره حيت ولدي قبلوا ليا في التكوين داكشي ديال الديفلوبمون وجاتو مع عيد الميلاد وانا ما كنت بغيت ندير هاد العشاء ولكن ثقيله علينا في العشاء نديرو الدجاج. خليتها لغدا ان شاء الله ونحمرها ونقادها. ولكن حتى الضيفان كتطلع غندير لها واحد الطياب زوين حتى من يكونوا جاو عندكم الضيفان. غير انا بغيت درت انا بحال جاي عندي شي حد، والله ما جاي عندي حد باش ما نكذبش عليكم، ماشي عندي حد، وخصصت واحد 100 درهم بالديسير ديالها بغداها بشلاطها بكلشي. هو الصراحه هاد الطبق ديال الضيفان كنت غنديرو انا واختي حسنه من عالم المقتصدات، ولكن مسكينه دعيو مع راجلها مسكين جاتو واحد الجلطه وداو للسبيطار مسكين وكان في الانعاش وفتحوا له حيدرو داك الدم. كنتمنوا ليه الشفاء يا ربي من هاد المنبر. ولكن ان شاء الله مني صح راجلها غندير انا وياها عاوتاني واحد الفيديو ان شاء الله مشترك في موائد ديال الضيافه ويكونوا اقتصاديين. المهم كما قلت لكم هذه رانا جبتها غادي نخليها هنا. المهم هاد الشرميل تاعها غتشوفوا ان شاء الله في الفيديو ديال الخميس باش ما نكثرش هكا يجي الفيديو مخربق. غنخلي كل واحد بوحده. دابا يلا دخلت من السوق غتشوفوني الخضره اللي تقديتها واقتصدت عليها وداكشي. هادو شاطوا ليا من شاط ليا هادشي من الصريف، جبت واحد التعبئه. انا راه كنلوح الفيديوهات بالتعبئه، عندي واحد الكونيكسيون خايبه الا جيت نلوح بها بقى حتى الصباح الفيديو. المهم هاد الصريف انا راه كانت عندي ربيعه ومني كنت شريت العجانه خرستها وخديت منها باش كملت داكشي اللي بقى غنديرو هنا. وهادو اللي شاط غير الصرف هو اللي غندير، ديك 400 بغيتها ما غنديرهاش، ندير داك الصريف اللي شاط اللي تجيو من السوق ديروا غير الصريف غير الصريف. وما تقولوش راه الصرف كيف والو، والله الا كيتجمع راه ريال لريال تكيولي عندنا شحال. ما تحكروش الصرف، ديروا الصرف اللي شاط لكم 5 دراهم 2 دراهم 3 دراهم ديروها في الربيعة. شريت هذا شريت داك الكويس تاع الطين اللي فيه القطران، ها هو حتى عجبني لقيتو شريت واحد. المهم دابا غادي ندوز البنات ندير العشاء. صافي البنات كما قلت لكم نمشي دابا نقاد دجاجتي غادي نحشر منها ونقادها ونديرها في التلاجة. وغنوجد شي حاجه اللي باش غدا نقص عليا الشقه، غنوجد شي حاجه ان شاء الله اليوم على ما يطيب ليا طاجيني ونتلاقاو ان شاء الله ملي يطيب الطاجين ونبغوا نقطعوا الحلوه تاع عيد الميلاد. هيا البنات عشيوتنا طابت، الصدق دايره غير بطاطا والزيتون ما درت لا خيزو لا والو. غنتعشاو ونشارك معاكم ان شاء الله الاجواء ديال احتفال مصطفى. هو غالبا احتفلنا به حيت السونتر قبلات وكاع وبغينا نديروا عليه مفاجاه وصافي. هذا البنات هي ديك كاطو كلاسي بنكهه السيترون بسم الله. ديما كنخاف من دوك الحامضات اللي في الجناب اللي يطيحوا، كي الحمد لله ما طاحوش. هانتوما هذاك الديكور تاعها كي تيجي من الجناب كتجي زوينه، هي جربوها على حسابي كتجي غزاله. هي هادي غنحيدها نديرها في الطبيسيل ولا غنخليها غير في هادي صافي بلا ما نحيدها ونحط الاخرى راكم شفتوها معايا. كما كتشوفوا البنات هادي هي الطابله ديال عيد الميلاد ديال مصطفى. ندير لكم داكشي ديال النصارى ندم على وليدي كبرتي 20 عام بغيت يلا تبعتي الباع. والله الا يلا عقلت علينا، ولدت نهار اللي كانت لعبه فرنسا ودات المونديال وولدت دابا راه 20 عام. هو راه ما عندوش عيد ميلاد نهار 11 عنده نهار 12، ولكن انا درتو اليوم باش نحطو غدا باش تحتفلوا معنا كاملين بعد عيد الميلاد. انا ما كنحتاجش بالاعياد الميلاد وكندير الحلاوه، هذاك الشيء اللي كاين كنصايبو غير في الدار وكنفرحو غير بيناتنا، يعني ماشي محسوب راه عيد الميلاد وكنجيبو دي جي وكنحتفلو بزاف. لا انتما غتشوفو الكادوات، مشيت بحال راسي درت لي بابي كادو ومشيت لي شي حاجه غيفرح بها وليدي بزاف. شوفو هادي الحلوه اللي صاوبنا البنات كتجي زوينه. هادي السيترون هادي غزاله، هي جربوها البنات على حسابي. غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف باش تجربوها. ايوا وهذا شويه ديال الشكلاط وشويه المصاص.
وكي كيف ما كتشوفوها ما ديري لي الشمع لا والو. ويلي ما غنلقاوكش الشمع ديال 20 عام. او بلاتي انا جوج صفر غنقلب عليها ونجيبها. خلا قلت لك جوج صفر. المهم هاد الساعة ما لقيت لا الشمع لا والو، لقيت هادي. مني شو اكو شنت الصورة خايفة. جابو البلاص داخلين السيد. ماما نوريكم كيفاش تصيبوا الشمع. دخل مول ابراهيم. دخل. مني شو سويتي شعل؟ جناحي الهوى يا جميل، جناحي الهوى يا جميل، كلشي على الشمعة، جناحي الهوى يا مصطفى، بلاتي نصيبو الشمعة، جناحي الهوى يا جميل، أنتو ت... وماشي جميل، واحد، جواز، ثلاثة، كفو، برافو، أجي وليدي تقطع الحلوة، لا لا بصحة، أجي دير الفال. بصح نخلي الحلوى تدوز. اه بغيت بلاتي ناكل الحلوى واحد في الكادو، كادو راه مفاجأة شي حاجة غالية طوب طوب. نرجع نشوف. قطعي لنا اختي حلوى. لاباس انا قطعت غير مورصو، باقي باقا متلج الحلوى، ديكونجلا واحد شوية وقطعها. ماما كيفاش كتجي؟ كتجي ديك الطبقة، كتجي ديك الطبقة ديال البسكوي لتحت وكتجي الفوق، كتجي لذيذة بزاف، المذاق المذاق زوين بزاف. دابا ندوزو نحلو الكادوات ومشمعة راه ما غطفاش. تسالي على خطره. مو دابا غنبداو. يلا مصطفى على بركه الله. نبداو بهذا. قلت راه غنبدا بهذا. قلب بعدا قول توقعاتك. اه لا 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 ما عرفتش. قلبوا غلط عيني. هادشي راه غالي، شحال ندور عليه انا واختك. نشوف. اسمح لنا و. شفتي ريحانة. شنو جيبين دخلنا عليهم والله شنو جايبين لي؟ شتي باش مني عومي ودخلنا مشى لاكيسيون طلب مع صاحبه قلنا والله ما نحيدوا عليه الدر نجيبوا لي دياوله ما كفاية ما عجبتش الحال. اه شوف لاكاليتي تما شحال هو يجبد. المهم والو جست. اه جست كونت اخويا مالك. ها هي باقي نحكم لك التيشيرت جبت لك عاوتاني. شو جبت لي كابوس ديال الماء الله يسلمك الحوايج صراحة كان خاصني. ذاك النهار خرجت انا وياك قلتي لي شي عمري ما قاح لك تجي لي اللعب ديال الحر ونكال الخير ديما كنشري ليه. قلت لي غندير لا لا كنت كنقول لها خذي لي شي حاجه ديال البحر حتى كتاخذ لي سطيره ديال 5 دراهم ديال الوضوء عرفتوا. كنت نصيب بهذاك النفار رمله ونقعد بها واحد النهار بغا لعبت البحر خذيت لي سطيله ديال الوضوء هذيك ضاع جوج بديها خذي ساليتي لا والو هنا يمكن والو هذه راكيطه. ما راكيطه مزوينه اخويا شوفوا ما بغيتش لعبت البحر جبتهم لك لعبونا وياك. شوفوا البنات تقولوا لها الله يشفيك. اش نيتك؟ لا عرفت شنو غادي تقول لي في الكومنتات. طبسين. انت رجعتوا لي باش يبقي يلوح هكا وتشد اختو تعاود ترجعها ليه. واش بغيتو؟ شو جيبي راك ب 260. لا 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 ب 19 درهم. واو غالية. حرام عليك. الله يصحشو مالك والله. درت شوفوا والله البنات درت له هكا. كنت غنجيب لي كادو زوين جيب لي شي ريحه زوينه ملي قال لك عمرك ما شريتي لي درت هذا واحد الفمو شريت لي له وكنت غنجيب له برويطه باللعاب ديالو ها حشمت المهم هذا كادو ريحانه اشوف دايره لي والله بغينا نشدو حتى ما لقينا انا جابت ماما الزنقه مسكينه المهم علاقه فلوسه وبغيت نشدو كنقلب على سكوت قالت لي ماما ديرها باندا ما مكملت بواحد التليفون اخر حيت الاخر تيشارج عليا والكادو ديال الريحانه هذا مسكين والله احسن كادو في هذا الكادو هذا عرفتي علاش كنت في الماكله ضرب ضربك على كل شيء كتصكع ما كتعرفش ما كتعرفش شي حاجه ديال لو جيست نتا تطمع لا لا بلاتي بلاتي شنو لو جيست كاين انا دخلنا عليكم البنات تقول لها شنو لو جيست كاين في الراكيطه تيليزا او هادي عرفتي شنو كتلوحيها واحد البعد وكتمشي وكتمشي تجري تبعها وتجيبها ما وكلين وهذا شوف لا هذا لا ما خاسرش لا راه غتركب لي ديك البوطونه ديالو تمشي للبحر تلعب مع صحابك لا لا بغيت باش غير نجرب المهم هاد الكابوس تاع نهيله هو مبادر هانتوما البنات ها هو عم الكابوس تسحبوا ما خدامش قال لكم راه خاسر اح اح لا 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 الحمد لله واعر يا يوسف بيو بيو شتو شتو البنات شحال زوين واحد يلعب هو كبير دابا ما عجبش
لا لا زوين زوين شتي الله يسفر دي واعر برومونسيون خمسة دراهم لا غلا على مسكين ممتنك كادو نعطيك فلوس أمانة المهم بنات هذه الاجواء ديالنا ضحكنا شي شويه بغيتكم تتجمعوا معايا كتقانقه بصح نيت قلنا اجي نديرو نديرو عيد ميلاد مصطفى باش نضحكوا شي شويه شي كلمه للمتابعه ديالنا يا مصطفى شكرا على المتابعه ديالكم وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا المهم انا ما عنديش مع الهضره لا غير انا مع الماكله ما غنتي داز الماكله لا لا صراحه ما غناكلش ما ناكل حتى حاجه قولوا لنا كي جاوك الكادوات واش يستاهل ولا ما يستاهلش البنات المهم جيو من النور راكم عارفين خصكم خديجه عندكم واش نصروا عليا تستاهل هاد التخربيقه شوفوا والله حتى قال لي ما عمرك اختي ديالو عبر البحر قسم بالله داكشي علاش خليت هذا قلت لها ولكن وداك الكار شريت لي واحد النبيطه برويطه فنة هي واحد النهار بصح ما كانوش الفلوس عندي ونفقدني على لعبة البحر شريت لي سطيله ديال 5 درهم تلوضو قلت لها هي عمره بالماء فاش كنتمنى ماكونش طولت عليكم بزاف وكنتمنى هاد الروتين يعجبكم ونتمنى هاد الافكار ديال الحلوه تجربوها لانها زوينه بزاف انا هادي باقا ما قطعتهاش حيت باقا شويه قاصحه كما كتشوفوا قاصحه حدتها في الثلاجه بزاف خليت لكم الراحه وفي امان الله